صباح الخير يا صبايا ويا شباب. اليوم راح نبدأ بتجربة نسميها Extraction، بالعربي استخلاص. أهم جزء بالExtraction بنحتاج لسابراتوري فانل اللي هو قمع الفصل. هذا السابراتوري فانل راح نستخدم فيه، بدنا نضيف له آد بنزويك أسيد، والبنزويك أسيد مذوبينه في الووتر على شكل ووتر سوليوشن. بعدين بدنا نضيف عليه CH2Cl2 اللي هو الأورجانيك سولفنت، وهذا الأورجانيك سولفنت immiscible with water، يعني بتكون عندي تو لاير، طبقة مائية وطبقة عضوية. الطبقة المائية اللي هي البنزويك أسيد مع الووتر، والطبقة العضوية اللي هي ميثيلين كلورايد as a solvent. هلا في ستوبر بحتاج للسبراتوري فانل اللي أنا أوريدي بشتغل فيه. بعدين بدنا نعمله upside down، يعني أقلبه. هلا خلال قبل ما أعمله upside down بحاول أرجه رج هيك أكثر من مرة، بعدين بقلب قمع الفصل upside down على أساس release the air، أحرر الاير اللي موجود في اللي تكون أثناء السبريشن. بعدين بنحتاج ستاند على أساس نعمل السبريشن. بعدين الأورجانيك لاير بتكون تحت. بعدين بدنا ناخد التيك الووتر لاير، بنعمل لها تيتريشن على حسب قانون M1V1 بتسوي لنا M2V2. بعدين بطلع شيء بنسميه الكي دي. إذن الإكستراكشن بدي أستخدم سبريتوري فانل. هذا السبريتوري فانل بدي يكون فيه ووتر سوليوشن وأورجانيك سولفنت. الووتر سوليوشن بيحتوي على بنزويك أسيد مذوب في الووتر. بعدين بدي أضيف عليه CH2Cl2 اللي هو ميثيلين كلورايد، بنسميها أورجانيك سولفنت، فبتكون عندي طبقتين. هلا بحتاج للسبريتوري فانل ستوبر على أساس أعمل ميكسينج. برج السبريتوري فانل، بعدين بقلبه upside down على أساس أحرر الهواء اللي تكون داخله. وفي عندي بالسبراتوري فانل مثل المفتاح، بفتحه باتجاه أعلى على أساس ما يجي بوجه إلا أمامي مباشرة باتجاه السقف. أوكي، بعدين بنرجع بسكر المفتاح وبرجع بحط السبراتور فانل على ستاند على أساس تبدأ عملية السبريشن. وبهاي الحالة بضطر إني أفتح الستوبر. بعدين راح يتكون عندي تو لايرز، طبقة عضوية وطبقة مائية. الأورجانيك لاير بتكون تحت والطبقة الووتر لاير بتكون أعلى. باخذ الطبقة المائية تيك الووتر لاير، بعمل لها بضيف لها انديكيتر، وبعمل تيتريشن، وبستخدم قانون M1V1 بتسوي لنا M2V2، وبطلع منها كي دي. هذا الكي دي اللي اوريدي رايحين نحسبه. السيستم تبع السبريشن راح يكون بهذا الشكل. في عندي هذا اللي هو عبارة عن السبريتوري فانل، وفي عنده هنا المفتاح. هلا هذا الستوبر. هلا بالاعلى بالبداية بحط البنزويك اسيد اللي هو المذوب في الماء، بعدين بنضيف عليه CH2Cl2، وراح ينفصل عندي طبقتين، طبقة CH2Cl2 تحت والماء فوق. وبعدين بدي اكون عندي محضر اللي ماير فلاسك على اساس اعمل التيتريشن. او هلا افصل اول شيء الطبق، بشيل اول شيء اللي هو الميثيلين كلورايد بنزله، بعدين بضل عندي الطبقة المائية اللي هي راح اطبق عليها التيتريشن M1V1 بتسوي لنا M2V2. هلا بالسبراتور فانل اذا موجود عندي البنزويك اسيد مع الووتر، هاي الطبقه المائيه، بعدين في عندي الميثيلين كلورايد. هلا في عندنا طريقتين راح نستخدم. اول مره ممكن استخدم للفصل 10 مل ميثيلين كلورايد، او استخدم هاي الطريقه الاولى. الطريقه الثانيه استخدم اول مره 5 مل وبعدين ارجع اعمل سبريشن وبعدين ارجع اضيف 5 مل ثانيات. نعمل سبريشن بعدين تيتريشن بعدين بطلع الكي دي، وبدي اشوف مين الاكثر فعاليه، انه احط ال10 مل ميثيلين كلورايد مره واحده، او احط 5 مل ميثيلين كلورايد واعمل فصل بعدين اضيف كمان 5 مل واعمل فصل واجمع الطبقه المائيه بالحالتين واقارن الكي دي للاثنين. اذا البروسيجر راح اخذ البنزويك اسيد والووتر، وصار عندي الووتر سوليوشن. بعدين أضيف عليه الميثيلين كلورايد، يا إما بالطريقة الأولى 10 مل ميثيلين كلورايد، أو بالطريقة الثانية 5 مل ميثيلين كلورايد. بعدين أعمل سبريشن بعدين أضيف 5 مل ثانيات، نعمل سبريشن بعدين بعمل تيتريشن بعدين بحسب الكي دي لثابت التوزيع بنسميه للبنزويك أسيد
بين التو لاير، بين الووتر لاير والميثيلين كلورايد. هلا ناخذ الخطوه الاولى، بنزويك اسيد. هذا البنزويك اسيد وزنه 0.610 جرام، بدي اضيفه اد تو ايرلي ماير فلاسك. حجم الايرلي ماير فلاسك 250 مل، بدي اضيف له اد 150 مل ووتر. بعدين اعمل هيتنج على اساس ايش؟ انتل ديزولف، لما ادوب البنزويك اسيد. اذا بذوب البنزويك اسيد في 150 مل ووتر، موجوده كل هذا في 250 مل. اذا وزنه البنزويك اسيد 0.610 جرام، بدي اضيفها لايرلي ماير فلاسك حجمه 250 مل، بدي اضيف له 150 مل ووتر واعمل هيتنج تسخين انتل ديزولف حتى ادوب البنزويك اسيد. بعدين ترانسفير تو فوليومتريك فلاسك 250 مل، باخذ السوليوشن الووتر سوليوشن بضيفه في فوليومتريك فلاسك كومبليت انتل 250 مل. السوليوشن اللي حجمه كان تقريبا 150 مل، بكمله لما يصير 250، وبعمل رينسينج للايرلي ماير فلاسك الاول على اساس الكونسنتريشن يطلع عندي 0.020 مول بير لتر. اذا الكونسنتريشن تاع البنزويك اسيد راح يكون عباره عن 0.020 مول لكل لتر. بعدين بنعمل تايتريشن بالان اي او اتش، باخذ ان اي او اتش بالجرامات، بحطهم بذوبهم ان 100 ان 100 مل ووتر، وبحطهم هدول طبعا بالبيوريت. البيوريت بيحتوي على ان اي او اتش. هلا بالحاله الاولى باخذ 10 مل اسيت، باخذ 10 مل اسيد من الايرلي ماير وبحطهم في ايرلي ماير فلاسك، اند بضيف عليه فينونفثالين از انديكيتر. اذا باخذ 10 مل من الاسيد اللي هو البنزويك اسيد سوليوشن، وبحطه في ايرلي ماير فلاسك وبضيف عليه فينونفثالين انديكيتر. بعمل تايتريشن انتل اللون يتكون عندي بيربل، بعدين بحسب ام 1 في 1 تساوي لنا ام 2 في 2. اذا نرجع نراجع البروسيجر مره ثانيه. باخذ البنزويك اسيد الخطوة الأولى، بوزن منه 0.610 جرام، بضيفه إلى إيرلي ماير فلاكس حجمه 250 مل، بضيف عليه 150 مل ووتر، بعمل هيتينج أنتل ديزولف. اثنين، بعمل ترانسفير تو فوليومتريك فلاسك 250 مل كومبليت أنتل 250 مل، بكمل الفوليومتريك فلاسك ل 250 مل، بعمل رينسينج للإيرلي ماير فلاسك على أساس ما يبقى فيه شيء، بكون الكونسنتريشن 0.020 مول لكل لتر بالنسبة للبنزويك أسيد. باخذ وزنة من الـ NaOH بضيفها في 100 مل ووتر، بعبيها في البيوريت NaOH. بعدين باخذ 10 مل من الايرلي ماير فلاسك اللي هو بيحتوي، باخذ 10 مل من البنزويك اسيد بحطهم في ايرلي ماير فلاسك وبضيف عليهم الفينونفثالين، بعمل تايتريشن انتل اللون يصير عندي بيربل، معناته بعدين بحسب ام 1 في 1 بتساوي لنا ام 2 في 2. هلا بدي احسب الكي دي، الكي دي الخطوه التجربه الاولى باخذ 10 مل من السي اتش 2 سي ال 2. اول شيء 50 مل من البنزويك اسيد بحطهم بالسبيراتوري فانل، بعدين بضيف عليهم اد 10 مل سي اتش 2 سي ال 2. راح نلاحظ انه داون بكون السي اتش 2 سي ال 2 هي اللاير اللي تحت، داون لاير. بعدين تيك الابر لاير اد انديكيتر، انديكيتر تايتريشن ان اي او اتش، وبحسب الام 1 في 1 بتساوي لنا ام 2 في 2. اذا الكي دي اللي بدي احسبها بالمرحلة الأولى، باخذ 50 مل بنزويك أسيد بحطهم في السبيراتوري فانل، بضيف عليهم 10 مل سي اتش 2 سي ال 2، بعدين بعمل عملية رج إلها ميكسينج، لما تصير ميكسينج بعدين بقلب السبيراتوري فانل أبسايد داون على أساس إنه أحرر الغاز اللي موجود. بفتح مفتاح السبيراتوري فانل بعد ما تكون طبعًا اوريدي انا ايش حطيت ال 50 بنزويك أسيد في السبيراتوري فانل وضفت عليهم 10 مل سي اتش 2 سي ال 2 وسكرت الستوبر، بعدين برج بعمل ميكسينج، بعدين بقلب السبريتور فين الابسايد داون على اساس ايش؟ احرر الهواء، وبكون على السبريتور فانل على بوزو في باتجاه السقف، بعمل تحرير للاير، بعدين بعمل سبريشن، بحط السبريتور فانل على ستاند بداخل رينج، وبفتح الغطاء على اساس تفصل طبقتين، بصير في عندي طبقه عضويه تحت والطبقه المائيه فوق. بدي اخذ الكيك ذا ابر لاير، ناخذ الطبقه الاعلى اللي هي ايش؟ عباره عن الطبقه المائيه، بضيف انديكيتر عليها لو فينونفثالين، بعمل تايتريشن للان اي او اتش، بحسب ام 1 في 1 بتساوي لنا ام 2 في 2، وبطلع شو اسمه، بنطلع
التركيز اللي أخذته أو تركيز البنزويك أسيد في الطبقة المائية. هلا التجربة بي رح ناخد مرتين 5 مل من CH2Cl2. أول شي باخد بنزويك أسيد 50 مل بحطه بالسبراتوري فانل، بنضيف عليه 5 مل CH2Cl2، بعدين بعمل ميكسينج، بعدين بقلب. طبعا بكون حاطط السبراتور الستوبر، بعمل ميكسينج، بعدين بقلب السبراتور فانل ابسايد داون، بحرر الغاز اللي موجود، بعدين بعمل ستاند للسبراتور فانل، بحطه على ستاند ورينج، وبفتح القطع على اساس تفصل الطبقتين، الطبقه المائيه والطبقه العضويه. باخذ الابر لاير اللي هي الطبقه المائيه، بعدين برجع بعيد ريبيت 2 بانه اضيف كمان 5 مل سي اتش 2 واعمل عمليه ميكسينج واغطيه. طبعا اعمل استوبر واعمل ميكسينج، بعدين ابسايد داون احرر الغاز، بعدين اخذ الطبقه المائيه كمان مره، تيك ذا ابر لاير بضيفها على الطبقه، اد 3 تو 5، الطبقه المائيه باثنين بثلاث مع الطبقه المائيه الموجوده في 5، بضيف لهم انديكيتر، بعمل تيتريشن بالان اي او اتش 4 6 للخطوه السادسه، بعدين بحسب ام 1 في 1 بتساوي لنا ام 2 في 2، بحسب تركيز البنزويك اسيد في الطبقه المائيه كمان مره. هلا بما اني حسب التركيز البنزويك اسيد في الطبقه المائيه، بحاول اقارن مين المور فعاليه اكثر. بنلاحظ انه هاي الملاحظ عندي انه اكسبيرمنت بي بتكون بتستخلص اكثر من اكسبيرمنت اي من البنزويك اسيد. بنلاحظ انه اني اعمل سبريشن مرتين بنفس الفوليوم افضل ما اعمل مره واحده. يعني مثلا عندي 10 مل ميثيلين كلورايد بضيفهم مره واحده، او بضيف ال 10 مل على مرتين. بنلاحظ انه اللي على مرتين بتكون مور بتسحب الكي دي تاعها بكون اكبر، ثابت التوزيع، بتسحب البنزويك اسيد بطريقه اكثر من الخمسه من العشره لحالهم. يعني مثلا عندي البنزويك اسيد بدي اعمل اكستراكشن ب 10 مل، يا اما بضيف ال 10 مل مره واحده وبعدين بعمل تيتريشن وبشوف كم تركيز البنزويك اسيد، او ال 10 هدول بعمل السبريشن او الاكستراكشن على مرتين، على مرتين مرة خمسة وبفصل، والخمسة التانيات وبفصل وبضيف الطبقة الأولى وعلى الطبقة الثانية من الووتر أو الطبقة المائية، وبعدين بعمل تايتريشن وأشوف مين مور باورفول أو مور أكتيف. بنلاحظ إنه لما أفصل بمرتين أفضل من أفصل في مرة واحدة. إذا هاي تجربة الإكستراكشن كانت إكستراكشن بنزويك أسيد، ذوبته في الماء، بعدين حاولت أفصله بيه الميثيلين كلورايد بطريقتين. برضو هاي احدى طرق البيوريفيكيشن التنقية اللي هي الاكستراكشن، غير اللي اخذناه هو عبارة عن كريستاليزيشن تجربة للمواد الصلبة، اخذنا للمواد الليكويد اللي هي سيمبل ديستيليشن او فراكشن ديستيليشن او ستيم ديستيليشن. هلا احدى الطرق برضو للفصل اللي هي اكستراكشن او الاستخلاص باللغة العربية، وهي احدى طرق السبريشن والبيوريفيكيشن بشكل عام. بتعتمد كتير على التيتريشن، تكنيك بسيط، وراح نستخدمها لإكستراكشن لمركبات اوريدي موجودة في الطبيعة، ونطبق عليها كيف ممكن استخلص هاي المركبات. مثلا ممكن استخلص الكافيين من الشاي، واستخلص مركبات كتير عضوية من النباتات، وممكن يكون لها تطبيقات طبية. فلذلك طريقة الاستخلاص طريقة كثير مهمة في الأورجانيك كيمستري، وتستخدم بشكل كبير لفصل المركبات من النباتات بشكل عام، وهي طريقة يعني مثل ما بيحكوا تكنيك أو ميثود كثير مهم للبيوريفيكيشن للأورجانيك كومباوند. وهذه الطريقة كثير بيستخدموها في فصل العطور من الزهور، وفصل شغلات كثير من النباتات البرية كصناعات الأدوية اللي بتعتمد على المركبات الطبيعية الموجودة في النباتات. تجربة الاستخلاص الاكستراكشن لليوم بتكون انتهت، وبتمنى لكم يوم سعيد. Good luck, take care, we'll see you later في تجربة أخرى.
وبتمنى لكم يوم كتير ممتاز. باي باي.